أنها تعتبر أحد السبل المهمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذلك نعتبرها عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة للنساء في عملية التنمية وتعزيز هذه التعاونيات كتعزز الاقتصاد المحلي. كذلك تعمل على تعزيز حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وكذلك تقلص الفوارق الاجتماعية، وكتستقنى مجموعة من القيم والمبادئ اللي أصبحت اليوم للأسف يعني حين كنشوفوها غايبة في عدة مجالات كالتعاطف والتضامن والشفافية. أكيد في حالة اللقاء المهم ما يمكنش ما نستنش الفرصة ونتكلم على بعض من الأوراش الكبرى اللي قامت فيها الحكومة ديالنا. هذه فرصة باش نسوقوا برامج الحكومية ديالنا. ما نطولش عليكم بزاف، مع العلم أننا إذا كنا نتكلموا على الأوراش الكبرى راه خصنا وقت ليها طويل. نتكلم على ورش الحماية الاجتماعية اللي كان بالأمس القريب، كان مجرد حلم، ولكن واحد من جانفي 2022 كانت الحلم أصبح حقيقة. أصبح ديك المواطن البسيط، ديك الفلاح البسيط، ديك الصانعة التقليدية، ديك الرئيسة التعاونية أصبحت الآن أنها كتبقات عندها تغطية شاملة. كذلك الأسر المعوزة والأسر الفقيرة أصبحت لها تغطية إجبارية، والدولة هي اللي كتحل المصاريف ديالها. البارح كانت عندنا الرميد، أصبح عندنا قانون التضامن اللي وصل 9.5 ديال المليون مغربي ومغربية من ميزانية 9.5 ديال الملايير ديال الدرهم. كذلك غنتكلموا على برنامج الملكي، برنامج الدعم المباشر ضروري خصنا نتكلموا عليه، واللي تحقق في 20 دجنبر. يعني هذه اسابيع باش تم التسجيل ديالو على ارض الواقع، اللي كنظن بعض الاسر اللي تكون معنا اليوم غاد كتستافد من هذا الدعم هذا، اللي المينيموم ديالو وصل 500 درهم على حساب عدد الاطفال اللي عندها 6 ديال الاطفال. هذا العام 2024 غادي تاخذ 1200 درهم، وفي 2026 غادي تاخذ على كل طفل 300 درهم. كذلك بما اننا كنحتفظوا بهذا الحدث الهام، يعني كنت تكلموا بالدرجه الاولى على رئيسات ورؤساء التعاونيات النسويه، ضروري ما تفوتش فرصه نتكلم على المشروع اللي قمنا بمصادقه عليه مؤخرا، المشروع اللي يقضي بالغاء الديون المستحقه للصندوق الاجباري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المرض، متعلقه بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبه على الفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطهم الخاص. يعني دابا اليوم الفلاح الصغير الصانع التقليدي اللي عنده شي ديون عن الضمان الاجتماعي، شي مستحقات، شي اشتراكات ما خلصش عليها، الحكومه ديالنا اليوم لغات الديون هذه كامله، الحكومه بتكلف في هذه المصاريف ديال الديون هذه، ولكن في ربع شهور. اذا فاتتكم ربع شهور ما تسدوش من هذا من هذا. علاش انا فرحانة بزاف بهذا المشروع وعارفة الأهمية ديالو؟ حيت العام اللي فات كانوا بين التفاعلات ومرافعة والأسئلة اللي طرحت علينا أن كاينة بعض التعاونيات للأسف كتسد حيت ما قدرتش تدخل في الاشتراكات ديال العضوات اللي معاها التعاونية. أنا كنأكد على هذه النقطة هذه. كذلك ما يمكنش ما نتكلمش على التعليم للحكومة، يعني البرامج الحكومية تكلمت على إعادة مكانة المدرسة العمومية، يعني وخاصة في ظل حد الزلزال الحوض، في ظل هاد الظروف الاستثنائية اللي كنعيشوها في الجازة، الحمد لله ربي يرحمنا، الحمد لله منظمة المرأة التجمعية دخلت بالخير، والسادة الوزراء والسادة أعضاء المكتب السياسي فرحانين بزاف، كل وقت فين كطيح الثلج واخا شو غنجي الحظ، مع أي غنجي الحظ. بغيت نقول لكم أن ما يمكنش يجي شي واحد يزايد عليكم ويقول لكم الحكومة ديالنا رئاسة سي عز أخدوش أنها باغا تخصص التعليم، لا. ما يمكنش تخصص التعليم وهي خاصة له في ظل هاد الظروف الاستثنائية 74 مليار ديال الدرهم. وكذلك كيجيو كيقولوا أننا بغينا المنظومة الصحية، يعني الحكومة دارت يعني إجراءات كبرى باش أنها تجود العرض الصحي في المؤسسات العمومية. ما يمكنش يجي شي واحد كذلك يقول لك الحكومة ما باغات مثلا المؤسسات المستشفيات العمومية ما غاتقضي عليها ونشجعوا المستشفيات الخاصه، لا ما كانتش دير هذا الشيء في هذه الظروف. كذلك متخصص 31 مليار ديال الدرهم، متخصص 29 مليار ديال الدرهم في 40 مليار ديال الدرهم ديال مشروع الحمايه الاجتماعيه في 2029.
انا ما نطولش عليكم بزاف، لا يسعني الا ان ادعو قدوات التعاونيات على اطراف النقاش وتسليط الضوء اكثر حول اهميه موضوع التعاونيات وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بجميع سلاسل الانتاج والتسويق والتثمين والتسيير الاداري والمالي. ونفتح الفرصه كذلك وهنشكر عضوات المكتب الجهوي ديالي حقيقه، لي انا كنفتخر انني عندي خدمه هذه العضوات كلهن ديناميه وحيويه وافكار وتبادل، يعني شكرا جزيلا لكم. وشكر خاص 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 لاعتماد المنسقه الاقليميه والشتاوي، شكر خاص. وحزبنا حزب الاحرار، نساء النضال. وحزبنا حزب الاحرار، شكرا شكرا. تحية نساء التاج المعلمون اللهم احتاجنا، شكرا جزيلا. السيدة مديرة مكتب التعاون، السيدة مديرة الإنعاش الاقتصادي التضامني، السادة المنسقون الإقليميون، السادة البرلمانيون، السادة رؤساء الجماعات، السادة رؤساء الجمعيات والتعاونيات من جهة، السيدات المناضلات والمحترمات، حضور كبير. إنه لشرف لي مناضل التجمعي وكرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسين أن أحضر معكم اليوم بمعية من أبناء الحزب هذا الملتقى الجهوي الهام للمرأة التجمعية بمدينة شفشاف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه اللقاء الجهوي النسخة الأولى بمدينة القصر الكبير في يناير من السنة الفائتة. لابد لي في البداية أن أشكر القائمين على تنظيم هذا اللقاء، المكتب الفيدرالي التجمعي الوطني الأحرار على رأسهم الأخت زينب، وعلى الدعوة الكريمة وأهنئهم كذلك على ما يبذلونه له من جهد لتنظيم مثل هذه اللقاءات لما لها من أهمية في جمع المناضلات ومناضلي الحزب لتبادل وجهات النظر والإنصات إلى مشاكل وقضايا مطروحة
والمساهمة في إيجاد الحلول العملية والواقعية لها. لقد أحسنتن اختياركن لموضوع اللقاء على اقتصاد تضامني تمكين النساء رافعة للتنمية المحلية المستدامة. كما أحسنتن اختيار مكان شفشاوة حيث تحظى التعاونيات بأهمية متميزة وخاصة في شخص القروية النشيطة والمكافحة والتي تنتظر منا كل الدعم والمساندة والتقدير لإنجاح مشاريعها الحالية والمستقبلية. أيتها السيدات والسادة، كما تعلمون خرطت بلادنا بفضل الرؤية المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، وجعلت من العدالة الاجتماعية والترابية هدفا أساسيا، وجعلت من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورشة مفتوحة ورهانا كبيرا لتحقيق التضامن الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع وعبر مجموع جهات ومدن وقرى بلدنا العزيز. ونحن داخل التجمع الوطني الأحمر حملنا هذا المبتغى وجعلناه في برنامج عمل حكومتنا وجميع المجالس والغرف المهنية التي نشارك في تسييرها، وقد عبرنا عنه بوضوح من خلال السياسة الحكومية التي يعمل الأخ الرئيس عزيز أخ النش وحكومته على تنزيلها من خلال إعطاء الأهمية واعتبار وإعادة الاعتبار بالفئات والمجالات الوسطية التي من شأنها تدعيم البنيات وتوزيع الثروات عموديا بين مكونات المجتمع وأفقيا ما بين مجالات المغرب المختلفة بشكل يضمن العيش الكريم لبنات وأبناء هذا البلد العزيز. وقد تابعنا جميعا كيف حظي هذا القطاع من طرف الحكومة الحالية لرعاية خاصة ليكون رافعة أساسية للتنمية الشاملة ومستدامة خاصة بالعالم القروي الذي يليه صاحب الجلالة عناية وأهمية خاصة، حيث تلعب التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية على الخصوص دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان حد أدنى من الدخل الفردي للأسر يضمن كرامتها. لن تفوتني أو نفوت الفرصة ذكر حكومة صاحب الجلالة والسيد الرئيس هنا أن نعبر عن خيراتنا المطلق وتجندنا كمناضلين تجمعيين لإنجاح كل المشاريع التي تشرف عليها أكثر من مستوى كل من مكان متوقعه ومسؤوليته، وخاصة منها مشاريع إرساء أسس الدولة الاجتماعية في إطار اقتصاد تضامني قوي ومتضامن وذكي. أخواتي إخواني اسمعوا بعض. كنت عندي بعض الوقت خصني نقول لكم بأمانة، وهذا الشيء كيهمكم كثير كجمعيات، إن الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عموما وذلك الوجه الموجه للمرأة بشكل خاص هي قناعة متجذرة بمجلس فيها الدرجة المنحوسية الذي أرأسه، ونعمل بجد عبر جميع مكونات المجلس بالتعاون مع شركائنا الترابيين والقطاعيين والسلطات الوصية وعلى رأسهم الولايات الجهة في شخص سيد الوالي، والسادة كذلك السادة العمال مشكورين على بروغة سياسة عمومية تنسجم مع التوجيهات الوطنية، ونعمل في نفس الوقت على بلورتها على أرض الواقع من خلال تدبير مهمة وأوراش وهيكلة تراعي طبيعة وخصوصية أقاليم جهتنا وتكرس المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة والشاملة. لقد جئتكم اليوم وأنا أستحضر عددا مهم من البرامج والمشاريع التي نعمل كمجلس جهة على تنفيذها في برامج عملنا للفترة الحالية فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأذكر منها. واش بغيتوش تسمعوا؟ بغيت تسمعوا. أولا تجهيز وتأهيل وحدات لتتميم المنتوجات المجانية والفلاحية بعملات وأقاليم الجهة بشراكة مع وزارة الفلاحة
عبر تأهيل 39 وحدة تتميم وإنشاء 4 منصات لتسويق المنتوجات المحلية بغلاف ما يفوق 110 مليون ديال الدرهم. إنشاء منصات للتسويق وتقوية قدرات الفاعلين وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن بجميع أقاليم الجهة، كما خلال تنظيم معارض وأسواق متنقلة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بكلفة 40 مليون ديال الدرهم. دعم البرنامج التنموي لجماعات السلالية بإقليم شاو شاو بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم. دعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع السياحة بغلاف قدره 18 مليون ديال الدرهم. تأهيل وتمكين الاقتصاد للنساء والفتيات برنامج جهات ناهضة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر. المساهمة في عصرنة طرق الإنتاج بقطاع الفخار بجهة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامن وغرفة الصناعة التقليدية بغلاف 7 مليون ديال الدرهم. دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في مجال القندم الهندي المقننين منتمين للإقليم الحسيمة والشاون. إنشاء سوق تضامن جهوي بطنجة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكلفة 25 مليون درهم. إنجاز وحدة تتميم الأعشاب الطبية والعلاجية بشفشاون بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للتضامن. إحداث دار صانعة تقليدية بإقليم فحصنجرة، كما نعمل على إطلاق عدة مشاريع تروم عصارة الإنتاج. دعم جانب التنظيم للتعاونيات النشيطة وتقوية الكفاءات التقنية والتدابيرية للمتعاونات من خلال التكوين المستمر، وكذا تشجيع التسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات عبر بوابة رقمية، ودعم مواكبة النساء والفتيات الحاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. في نفس الاتجاه أملنا كبير في صندوق الاستثمار الجهوي نورديف بمبلغ ديالو مليار ديال الدرهم وسداد 200 مليون ديال الدرهم، الذي نحن بصدد تنفيذه والذي سيستقبل تدريجيا طلبات التمويل من اجل دعم المشاريع المنتجه بكل ربوع جهه بما فيها المشاريع الاقتصاديه الاجتماعيه والتضامنيه. اخواتي اخواني، تلكم نماذج المشاريع التي نعمل على تنفيذها معية شركائنا والتي تبين بالملموس اننا كمجلس جهه وعون كثيرا على هذا القطاع لما به بوفرة من الفرص الحقيقية في مجال التشغيل وتنمية مجالنا ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. فهذه المبادرة والبرامج تساهم في موقعنا وفي بناء مستقبل بلدنا وفي توطيد ركائز الدولة الاجتماعية التي ننشئها. ختاما، لا يسعني في نهاية كلماتي هذه إلا أن أجدد شكري للقائمين على هذه المبادرة، أننا عن انفتاح دائم على كل المقترحات والمبادرات المحمودة التي ستخدم الصالح العام والجهة على العموم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للفاضل السيد المحترم عمر مروي. يحضر معنا اليوم أيضا شخصية وطنية متميزة وإطار سياسي وطني من العيار الثقيل وفارس من فرسان حزب التجمع الوطني للأحرار، الأستاذ الفاضل سيدي محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، فليتفضل مشكورا. سيدي شكرا أختي الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، السيد رئيس الجهة المحترم، السيد المنسق الإقليمي، وكذلك السيد رئيس نائب رئيس هيئة المنتخبين التجمعيين، السادة البرلمانيين المحترمين والمنسقين المحترمين كذلك، السيدات والسادة المحترمين، أيها الحضور الكرام، أنا
جد سعيد اليوم بحضور معكم هذا اللقاء الجهوي في نسخته الثانية للتعاونيات المسائية، وأشكر السيدة رئيسة الهيئة الجهوية المرأة التجمعية على الدعوة لي لحضور هذا اللقاء الممتاز والمهم جدا والذي له دلالته الخاصة. كيف تعرفوا يلعب قطاع التعاون دورا مهما في نشاط الجهات، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الزيادة الكبيرة في عدد التعاونيات والاتحاديات واتحادات التعاونيات على مدى السنوات الأخيرة، حيث تضاعف العدد 4 مرات في 10 سنوات لتصل إلى 54,000 تعاونية على صعيد الوطن. ويظهر هذا النموذج أو يظهر هذا النمو بوضوح خاصة في قطاع الفلاحة منذ سنة 2009 سنة إطلاق مخطط المغرب الأخضر بمعدل يفوق 2000 تعاونية فلاحية حديثة سنويا. قد توزع التعاونيات الفلاحية على عدة شكل إنتاجية مع تسجيل عدد مهم من التعاونيات النسائية المتخصصة في إنتاج مثلا زيت الأركان، تربية النحل، كذلك مواشين الحليب، تحويل وتصميم الحليب، بالإضافة إلى تلك التي تستغيث في مجالات النباتات التربية والعطرية، ثم في مجال إنتاج وتصويب عدة أصناف من الكسكس. هذا التطور الكمي يعكس حيوية